طيب احنا اتفقنا ان نشاط ايه، نشاط سي كريتيكال او نشاط حرج، فعشان كده واخد الايام زي ما احنا شايفين السي بادئ من 1 لـ6، فعشان كده هنا السي بادئ من يوم 1 لغاية يوم 6. الاف نشاط حرج بادئ من 6 لـ16، عشان كده هو هنا بادئ نشاط حرج بادئ من 6 لغاية 16. نمسك نشاط زي نشاط ايه، بادئ من كام لكام؟ نشاط ايه بادئ من 0 لغاية 11 في البار تشارت، من 0 لغاية نهاية الدوتد اللي هو 11، يعني بمسك من أول الصورة خالص لغاية نهاية الدوتد من 0 لـ11، يبقى هنا من 0 لـ11 أو من 1 لـ11. يعني نشاط بي، نشاط بي بادئ من فين؟ نشاط بي بادئ من 0 أو من 1 لغاية 11، نفس القصة، يبقى بادئ من 1 لغاية 11. نشاط دي، دي بادئ من أول 5 لغاية 16، من 5 لغاية 16، فعشان كده عمل إيه؟ من 5 من اول هنا او من 6 يعني لغاية الاخر، المفروض يبقى لغاية الاخر، تمام؟ طيب نشاط اي بادئ من 3 لغاية 16، من 3 لغاية 16، يبقى من 3 او هو بادئ هنا كمان من 4، المفروض يبدأ من 3 لغاية 16. هتقول لي بس هو مش ناهي ل 16، يعني هنا هو بادئ ناهي ل 14 وهنا ناهي ل 12. هقول لك هو الطبيعي انك تنهي هنا والطبيعي انك تنهي هنا، بس لما جينا نكملنا حل المسألة بالارقام وحسبناها لقينا ان انت لو حطيت هنا ارقام هنا وارقام هنا مش هتبقى لطيفه. طب دي معتمد على ان انا احددها ان انا انتهي هنا فعلا ولا لا. انت طبيعي انك هتنتهي هنا وهتنتهي هنا، ده الطبيعي، وهتحط الارقام هنا وتحط الارقام هنا عادي، بس الخطوه اللي بعديها لما تكمل حل المساله قدام مش هتظبط معاك. ازاي؟ خلينا ما نشوف. حطينا A وB وC وD وE وF كلها كاملين، الخطوه اللي بعدين نعمل ايه؟ حطيت هنا 5 مثلا، وهنا 5، وهنا 4، وهنا 4، وهنا 4، وهكذا بقى. طيب وبعدين النشاطات اللي مش حرجة بحط الأرقام بتاعتها في أول كام يوم نص العدد، وبعد كده أحط العدد كله. نشاط إيه عدد عماله 5، فحط في الأول نص العدد اللي هو 2.5، 2.5 دي يعني تقريبا 3، لأن أكيد مش هحط 2 عماله ونص، فحط 3 والباقي يبقى 5، تمام. نشاط بي بحط في أول كام يوم نص العدد، نشاط بي عدد العمال بـ4، يبقى نصها بـ2 وبعد كده تبقى 4. نشاط دي عدد العمال بـ5، ممكن تحط اول عدد العمال ب3 وبعد كده يبقى 5. هو هنا حطها كلها 5 ماشي، يعني هو كان حاططها في الاول ب2.5 وبعد كده ب5، بس لما جه يكمل الحل لقى ان الارقام مش هتظبط معاه في النواتج النهائيه، فعشان كده حطها كلها 5 في الاخر خالص وعدلها. نشاط اي المفروض تبدا عدد العمال 6، فالمفروض تحط نصها 4 2 وبعد كده 4، هو حط كلها 4 برضه نفس القصه، هو كان حاطط 2 و4 بس بعد كده لقى ان الاثنين والاربعه دول ايه، يعني لو حط 2 مش هتبقى ظريفة معايا يعني، فحط كلها 4. دي معتمدة في الآخر خالص لما تخلص الجدول، ده هيبان معاك ليه بتحطها هنا كلها كاملة، أو أنت تحط جزء منها نص الرقم وجزء منها كل الرقم. نشاط إيه نفس القصة اللي إحنا قلنا عليه، فهو طبعا كان الأول حاطط 2 وبعد كده 4، وبعد كده في الآخر خالص راح مغيرها كلها بقت 4. نشاط إف زي ما اتفقنا نشاط حرج، يبدأ من أول 6 لـ16 عدد العمال 4، خلاص يبقى من 6 لـ16 وعدد العمال 4، بس هو بادئ هنا مش من الستة، بادئ من السبعة. ليه؟ لأن هو كان بادئ من الستة فعلا وحط 4 عند الستة وحط الأربعة من أول هنا اللي هو الصح لغاية الآخر، بس لما جه يكمل حل المسألة لقى إن 4 ديت ده عامل له مشكلة، فعشان كده شالها، تمام كده؟ يعني جوه ده اتعمل فيه تعديلات، فده الشكل النهائي ليه، لكن أنت في الأول هتحط الأرقام وفي الآخر خالص لما تيجي تجمع رأسي هتلاقي إن النواتج بتاعتك ما بتظبطش معاك. طب هو يعني الكتاب هنا بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول ان هو يجمع طبعا الارقام دي راس، يمسك اول يوم يجمع الارقام دي يديك الناتج، تاني يوم يجمع الارقام العمال دي يديك الناتج، تالت يوم يجمع ارقام العمال دي يديك الناتج، رابع يوم يجمع الارقام دي يديك الناتج، خامس يوم يجمع الارقام دي يديك الناتج، وهكذا بقى. عايز يعمل خطوه مهمه في المساله دي ودي الخطوه الثانيه، ايه هي؟ ايه سيادتك دلوقتي عندك 8 11 13 13 13 13، ان هو جمع اول عمود ده له 8، ثاني عمود ده له 11 عمال، ثالث عمود 13 عامل، رابع عمود 13 عامل، خامس عمود 13 عامل، وهكذا بقى. طيب هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يبدا ان انت عندك اول رقم اللي هو ده، شايفين في الايرلي في الليت بار تشارت هتلاقوا ان هو كان بادئ ب8 بعد كده 9 بعد كده 13، فهو حد يبدا بال8 اللي هي ديت، فراح بادئ بيها هنا اهوت اللي هي كام؟ ال8. طيب انا عارف ان اقصى عدد عمال 13، بس انا اكيد مش هعمل جامب او نط مره واحده من 8 ل 13، يعني انا مش راح اقول 8 اول عدد وبعد كده كام انا حاصل 13، لا احنا مش هنعمل نط مره واحده، ما احنا هنعمل ايه؟ بالتدريج نختار رقم بين ال 8 وبين ال 13. هو هنا رقم كان كام؟ كان 9، 8 9 13،
هو ما حبش يمشي على 8 9 13، هو حب يعمل ايه؟ عشان ما يبقاش رقم بسيط وبعد كده يبقى رقم فرق كبير، يعني هنا فرق تقريبا بسيط، هنا فرق تقريبا كبير، فهو ما حبش يعمل برضه كده، فقال لك اعمل ايه؟ انا اوزع الفرق، يبقى الفرق بين 8 8 و13 كانه قسمه على 2، فحاول يوزع الارقام بحيث يبقى هنا 8 عمال، يبقى هنا 11 عامل، يبقى هنا 13 عامل، الفرق بين هنا وبين هنا 2، الفرق بين هنا وبين هنا 2 تقريبا، فتمام، لكن هنا الفرق هنا 1، الفرق هنا 1، والفرق هنا 4 او 3، فلا، فقال لك انا اخلي الفرق بين الاثنين دول زي الفرق بين الاثنين دول. فعشان كده لما ده بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد ان انت بعد ما تحط عدد العمال هنا وعدد العمال هنا وعدد العمال هنا وعدد العمال هنا وهنا وهنا وتجمع راس تشوف النواتج. انا لقيت هنا 8، لو كنت حطيت في الاول هنا 3 وحطيت في الاول هنا 2 عند يوم واحد، لو كنت حطيت بدل الصفر ده 3 وبدل الصفر ده 2 و8 يبقى 3 و2 5 و8 13، هتلاقي اول رقم وصل 13. لا ما ينفعش، اعمل ايه؟ اروح ماسح الرقم ده من هنا وماسح الرقم ده من هنا باستيك عشان يبقى بقى لي في الاخر 8 بس، اللي هي 8 اللي هي دهيت. تاني حاجه نفس القصه في نشاط 2، كان هنا 3، تعالى بقى نحط هنا 3 ونحط هنا 2، 3 و2 كام؟ 5 و8 13، هتلاقي نفسك نطيت مره واحده ل 13. طب ما احنا مش عايزين من تاني يوم نوصل لماكسيمم ليميت او نكسر لماكسيمم فاليو، فنعمل ايه؟ راح هو جه عند نشاط بي ومسح الرقم اللي كان هنا عشان يبقى 3 و0 3 و8 8 11، يبقى هو وصل بالرقم بين ال 8 وبين ال 13 اللي هو كام؟ 11. اليوم اللي بعديه وصل كان عنده 3 و2 و8 و13، كان ممكن يحط هنا 4، يبقى 3 و4 و8 و3 و4 7 7 8 15. ما هو لو حط 4 يبقى خد طاقة العدد كلها في الأول وبعد كده قللها ل2، أو سوري يعني ماشي، يعني 3 و2 5، 5 و8 13 مظبوط، 3 و2 5، 5 و8 13 مظبوط. طب هنا كنا المفروض نحط الأربعة هنا، تعالى نجمع، كنا المفروض نحط الأربعة في نشاط F هنا، يبقى 3 و2 5 و8 13 و4 17، يبقى سيادتك لو كنت حطيت زي الصح ما احنا بنعمل الاربعه في مكانها كده في الاول وتيجي تجمع راس الارقام، هتلاقي نفسك وصلت للماكسيمم ليميت اللي احنا اصلا مش عايزينه، احنا الرقم اعلى حاجه 13 واحنا ما ينفعش نوصل لاعلى من 13، فلو كنت حطيت الاربعه بتاعت نشاط اف اللي هو رقم حرج هنا كنت اوصل ل 17، فعشان كده هو لغى الاربعه ديت وحطها 13. تمام؟ واحد يقول لي يا باشمهندس طب انا كنت ممكن احط اربعه هنا ونعمل توزيع الارقام اللي فوق دي بطريقه مختلفه، هقول لك اه كان ممكن تعمل كده، بس هو حابب ان هو يمشي بالاسلوب ده هنا. فدي مدارس او وجهات نظر. تمام؟ المهم ان هو ايه؟ لعب في اول رقم في ايه؟ في كريتيكال في النشاط الحرج، فمش مشكله، هو ممكن يكون معتبر ان اول رقم ده لو اتلعب فيه عادي. دي معتمد على المساله اللي عندك ارقام عامله ازاي وحساباتها عامله ازاي. وصل 13 لحد هنا، قدام هنا يلاقي ايه؟ 5 و4 9، 9 و4 13، يوصل ل 13. هو قال لك لا انا هاجي في اخر كام يوم بدل ما اوصل لاعلى رقم زي ما انا هنزل لتحت تدريج.